شعرنا نقدر نحقق حلمنا. أحلى مواطن، أحلى مواطن، أحلى مواطن. مساء الخير، مساء الأمل، مساء التفاؤل، مساء تحقيق الأحلام. لقاء جديد وبرنامجكم أحلام مواطن. في البداية خلونا نعتذر طالعين متأخرين شوية زيادة عن برنامجنا ومعادنا النهاردة، ولكن طبعا ده كان لظروف خارجة عن إرادتنا، فتقبلوا اعتذار ان احنا سهرناكم شوية. حلقتنا النهاردة مهمة جدا جدا جدا، مليانة احداث وتقارير حصرية كما هي العادة لبرنامج احلام مواطن، بنأكد بيها ان البرنامج ده عمله دايما ميداني في الشارع بيثبته بالفعل زي ما انتم بتشوفوا معايا من بداية الحلقة اللي فاتت. عايز اقول لكم ان ردود الافعال كانت مهمة جدا وكتير، وبعتولنا على صفحة البرنامج بعد الحلقة الماضية، لسه كانت اول اطلالة الاسبوع الماضي، بس شيء مفرح جدا تفاعل الناس وايجابيتهم بعد ما عرضنا تقارير لمؤسسة سقيا الماء الراعي الرسمي لهذا البرنامج، وكمان جولاتنا اللي قمنا بيها في محافظة قنا. عاوز اقول لكم ان النهاردة ما زالت محافظات الصعيد هي اللي واخدة دور البطولة معانا، عشان انا مش عاوز اقول متحيز لهذه المحافظات، ولكن هم فعلا كانوا محتاجين ناس تروح لهم، اعلام يروح لهم، برامج ومؤسسات خيريه زي سقيا الماء تروح لهم، لان الناس دي فعلا محتاجه الدعم. عاوز اقول لكم كمان ان في الفتره القادمه هيبقى في جولات ميدانيه للبرنامج في محافظه مطروح، مهمه جدا لنشاطات المؤسسه هناك، هنقولها مع حضراتكم تباعا، وطبعا هيبقى في كمان لقاء مع السيد المحافظ وتفاصيل كتير هقولها لكم. طب احنا امبارح كنا فين قبل ما نطلع النهارده هوا، عشان ناكد ان انت دايما بتقول عملك ميداني، ولو قدمت لك خدمه حقيقيه وريني ووصل لغايه عندي في الشارع. امبارح كنا في ملحمه وطنيه بمعنى الكلمه، ملحمه وطنيه. السيدة وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السيد وزير القوى العاملة، السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي، السيد اللواء محافظ البحيرة، ايه الاسماء دي؟ كنا هناك معاهم في البحيرة، مبادرة مهمة جدا اطلقها السيد رئيس الجمهورية اسمها مراكب النجاة. عملنا تقارير ولقاءات حصرية مش هتشوفوها غير في البرنامج ده مع السادة الوزراء والمسؤولين ان شاء الله الاربعاء القادم. عاوز اقول لكم ان البحيرة امبارح كانت حاجة تفرح جدا، ودايما ماشية في السياق في ملفاتنا في الدعم بقى للشباب والتدريب والتوظيف والمراكب النجاة والمبادرة وتفاصيلها وحاجات كتير جدا 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 جبناها من محافظة البحيرة. بدعوكم ان شاء الله الاربعاء القادم هتبقى امور جيدة جدا بنجيبها مع بعضنا. دايما زي ما احنا متفقين ان البرنامج ده زي ما احنا قلنا مع بعضنا، اصل الحكايه فيه دعم الدوله المصريه وكمان المواطن والمؤسسات الخيريه ودعمها لكل مواطن محتاجها تكون جنبه. عشان كده خلوني في البدايه، بما اننا بنحتفل بمناسبه مهمه جدا، يعني يوبيل فضي بيحصل كل 50 سنة، خلونا في الاول نرحب بسياده اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر. برحب بك يا سياده اللواء. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. مساء الخير يا فندم، وبنعتذر طبعا احنا اتاخرنا على سيادتك في المداخله، ويعني خلينا نهنيك ونهني الشعب المصري كله، عندنا مناسبات كتير جدا ولكن بشكل خاص محافظه البحر الاحمر يوبيل فضي اعتقد مناسبه جيده جدا، حابب نهني سيادتك عليها. سياده اللواء اهلا وسهلا بحضرتك ومتشكرين جدا يا فندم وتحت امر حضرتك. ربنا يعزك يا فندم. في لفته انسانيه من سيادتك لغيت الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظه، خصوصا ان كان في اكتفيت سيادتك بوضع اكاليل من الزهور على الجندي المجهول، لان طبعا كنا متابعين الفتره الماضيه حادث غرق بعض الصيادين، وسيادتك كنت في لفته انسانيه قلت يا جماعه ان احنا هنكتفي بالتفصيله الخاصه بالتكريم للجندي المجهول، واحتفالات المحافظة تختصر ببعض العناوين العريضة. اعتقد دي كانت جزئية ورسالة مهمة جدا من سيادة اللواء لأهالينا يا فندم في البحر الأحمر. أنا هقول لسيادتك على حاجة مهمة. اتفضل يا فندم. يعني أنا راجل من يعني يمكن مش عجوز قوي، لكن احنا تربينا على أصول يعني معينة. تمام. لو سيادتك احنا عاوزين نرجع الأصول ديت لبلدنا، الأصول الجميلة. إن لما يكون في حالة حزن عند حد ما يبقاش، كنا بنستأذن لما يكون في فرح أو يكون في حاجة في بيت، كنا بنروح بنستأذن نقول لهم إحنا عندنا فرح ممكن نأجله أو ممكن ما نعملوش دلوقتي. حضرتك الصيادين دول الاحتفال الأساسي ده بمعركة سدوان. معركة سدوان دي شارك فيها الصيادين اللي موجودين في الغردقة. الناس اللي مش موجودة دي أو الناس المفقودة دي أحفاد الصيادين دول. هل يليق يا فندم إن أنا النهاردة أجي أعمل احتفالات بالمفهوم بتاع الاحتفال والوضع دوت قائم؟
انا قلت يعني الاحتفال يقتصر فقط على الشكل الرسمي للاحتفال، اللي هو ان احنا نحط اكليل من الزهور على وضع على قبر الجندي المغول، وكده كفاية جدا يعني. طبعا يعني لفتة اكتر من رائعة لسيادتك، وزي ما سيادتك بدأت الكلام دي الاصول وده اللي تربنا عليه للشعب المصري، حاجة يعني فسرت تماما يعني طبيعة شخصية سيادتك في ادارة الملف ده هناك، وطبعا كلنا كمصريين بنأيد تماما كل حرف سيادتك قلته. سيادة اللي هو حابب في عناوين عريضة، بما اننا برضو احتفالا باليوبيل الفضي للمحافظة، في عناوين عريضة يا فندم اهم الاحداث او العناوين اللي حابين نفرح بيها اهالينا في محافظة البحر الأحمر، أسمعها لهم من سيادة اللواء عمرو حنفي المحافظ. شوف يا فندم، أنا أول ما توليت يعني وكان لي الشرف لهذه المحافظة، أولا هو شعب محافظة البحر الأحمر ده شعب جميل جدا، وحضرتك تحس إن أنت في وسط عيلة يعني. تمام. الناس في البحر الأحمر كان أول معاناتها هي مشكلة الصرف الصحي. الحقيقة الدولة اتأخرتش وعملنا محطة تحلية كبيرة، محطة تحلية اليسر، يعني هم عندهم مشكلة في الصرف الصحي. المحطة الكفاءة بتاعتها كويسة جدا وتشتغل كويس جدا، ولكن المشكلة في ان احنا لو شغلنا المحطة دي بكفاءتها الكاملة محطات الصرف الصحي نفسها لا تستوعب التشغيل بتاع المحطة. فكان من الواجب علينا ان احنا نقتحم هذه المشكله وبسرعه شديده جدا، ان احنا نعيد الصرف الصحي الى شكله الطبيعي. الحقيقه السيد رئيس مجلس الوزراء وانا اتكلمت معاه مباشره، الراجل استجاب معانا مباشره. احنا ان شاء الله بنوعد شعب الغردقه في منتصف مايو بالكثير جدا هيكون الصرف الصحي كله شغال، وده حق المواطن ان هو يلاقي المياه نظيفه، وان الصرف الصحي بالكامل كله في الغردقه يكون شغال. يلي هذا الموضوع مباشره سفاجه بالترتيب، ثم نخش على القصير، ثم مصر على مباشره ان شاء الله باذن الله. ده كلام رائع جدا، يعني انا عارف ان وقت حضرتك وكان مرتبط بمواعيد، فاحنا محتاجين كتير جدا مع سيادتك نفرح بيه اهالينا في البحر الاحمر. ان شاء الله يا فندم على موعد بلقاء في احلام مواطن مع سيادتك نبرز اكتر ونتكلم بتوسع في كل ملفات البحر الاحمر من خلال سيادتك يا سياده اللواء. انا بشكر ذوق حضرتك وبشكرك على المداخله وبشكرك على تاني على اللفته الانسانيه اللي اكيد محل تقدير من الشعب المصري كله، وان شاء الله يا فندم اللي جاي احسن دايما للبحر الاحمر، وربنا يقويكم على المسؤوليه. بشكرك جدا سياده اللواء. شكرا جدا يا فندم. بشكرك جدا سياده اللواء. شكرا جدا. اتفضل يا فندم. شكرا جدا. طبعا زي ما قلت لكم احلام مواطن يا جماعه في الموسم ده احنا بنتعامل دايما مع كل مؤسسات الدوله وكل مسؤولين الدوله، زي ما قلت لكم انتوا هتشوفوا معايا الاسبوع القادم لقاءات حصريه جدا مع السادة الوزراء والمحافظين لهذا البرنامج. أساس الحكاية فيها إيه؟ مسؤول بلدك ما بقاش قاعد في المكتب، ولا وزير ولا محافظ قاعد في المكتب، ده بينزل الشارع، بينزل للمواطن، بينزل يوريك هو بيحاول يدعمك إزاي طبقا لتوجهات القيادة السياسية. فإحنا لازم نبقى دايما بندي الناس أمل، زي ما بدأت معاك وقلت لكم مساء تحقيق الأحلام والأمل، دايما البرنامج ده هيشتغل بالشكل ده. وعلشان نبقى بنتكلم عن الامل، قلت لكم ان انت بتقول لي ان انت كنت في قنا الاسبوع الماضي وامبارح كنت في البحيره وهتوريني الاسبوع الجاي وفي جولات تاني في الاقصر. حكيت لكم بس في البدايه كده، قلت لكم ان صورنا تقرير مهم جدا في محافظه قنا في ناجع الشيخ العريان، وكان في مكالمه مؤثره او دقيقه مؤثره جدا لطفل عنده 13 سنه اسمه احمد، كان بفضل ربنا بعد التعاون اللي تم من خلال البرنامج ومؤسسه سخيا الماء هناك، قال كلمات انا عايز اقول لكم احنا كنا لمينا وصورناه كده بعد ما خلصنا من كتر احساس الولد ده. مهما تحكي وانت قلت كده الحلقه اللي فاتت غير لما تشوفه. طب تعالوا نشوف 60 ثانيه احمد قال ايه وارجع اكمل معاكم حلقتنا. يلا يا احمد. انت اسمك ايه؟ انا اسمي احمد ممدوح. عندك كام سنه يا احمد ممدوح؟ عندي 13 سنه. 13 سنه كلهم في عمرك ما كانش في ميه حلوه هنا؟ لا، يعني انت اول مره من 13 سنه تشوف ميه حلوه. انا بقول صح؟ صح، انت بتقول صح. عشان كده بعد 13 سنه تشوف حنفيه ميه حلوه يا احمد، دي حاجه جميله قوي. ها بعد ما كنتش متوقع ان ممكن ده يحصل، الحمد لله ما حصل. الحمد لله. استحمى بقى وتشرب ميه نظيفه ما فيش فيها امراض ولا تعب. احنا بس عايزين نشرب بس.
يعني انت سبحان الله يا احمد، يعني انت بالنسبه لك كل حلمك انت كنت بتشرب ميه نظيفه بس الحمد لله، وربنا هو حقق لك الحلم ده. يعني دايما ان شاء الله مع المؤسسه السلك للماء دايما هنيجي وهنكمل كل اعمال الخير هنا يا احمد. ربنا يخليك. طب عاوز تقول اي كلمه للي بيشوفوك دلوقتي وجه اي كلمه يجي في بالك؟ شكرا. احلى كلمه قلتها، الحمد لله وشكرا. ربنا يحفظك يا احمد. مؤسسة سقي الماء، نعمل من أجل الإنسان. يا متخيل معايا التلقائية والبساطة اللي كان بيتكلم بيها أحمد، بيقول لك 13 سنة أول مرة أشرب مية حلو. عشت من عمرك 13 سنة، تعالى نتخيل كده مكان أحمد، ما كنتش تعرف يعني إيه مية حلو. هي دي القيمة، هي دي المتاجرة مع الله، هي دي نوايا وقرارات واستراتيجية عمل مؤسسة سقيا الماء في كل المحافظات. تخيل انت ده ممكن يكون دلوقتي واحنا معاكم على الهواء هو فرحان قد ايه انه عنده مية بيشربها زي ما انتوا سمعتوا معايا. تفاعل الناس كان شيء ايجابي جدا، وانا بدعوهم دايما ان انت بتتحرى الدقة في المؤسسات اللي بتتعامل بيها، خصوصا لما تكون انت دايما بتشوف بالصوت والصورة من خلال البرنامج، وجالنا تفاعل كتير من الناس اللي هم عاوزين يتعاملوا معانا. علشان كده خلوني النهاردة افرحكم وافرح الشعب المصري بهذا التفاعل اللي مهم جدا، يبقى كلنا بنتحمس طالما الموضوع لمس قلبك وعقلك قبله. معانا مداخلة طبعا، احد يعني فاعل خير بيقولوا لي الجماعه في الكنترول برحب بحضرتك. اهلا بك يا استاذ هاني، اهلا بحضرتك. ربنا يعزك. وقالوا لي الجماعه ان انت عندك شيء عاوز تقوله لنا ليه علاقه بالتبرع، وكنت مصر ان انت ما تقولش اسمك، وده طبعا تصرف انا بقدره تماما، لان الناس اللي بتتاجر مع الله وبتبقى نيتها دايما خالصه لربنا مش بيبقى محتاج ان هو يعلن عن اسمه. ففي البدايه طبعا بحييك. بالعكس انا اللي بحيي حضرتك على البرنامج وعلى المجهود دوت والفريق اللي مع حضرتك، ربنا يبارك فيكم. انا صراحه من الحلقه اللي فاتت وانا يعني ما تابعت واتفرجت على الريبورت اللي حضرتك عملته، انا لم يعني تذكرت حديث الرسول عليه الصلاه والسلام كلنا عارفينه، بغي دخلت الجنه لما فقد كلب. قلت سبحان الله، امال اللي بيسقي بني ادم، امال اللي بيسقي قريه كامله، ده يعني ثوابه ايه عند ربنا؟ تمام تمام. فربنا يبارك فيكم في اللي انتم بتعملوه. طبعا انا يعني انا مثلا لما والدي توفى من 4 سنين فكرت كنت عايز اعمل صدقه جاريه. طبعا كتير بيفكر يعمل كولدير جنب جامع. كان ده الاجراء المتبع، يقول لك كولدير صدقه جاريه يعني. طبعا دي حاجه جميله وما بقللش منها، بس طب انهي الاولى؟ انا لو ماشي في شوارع القاهره ومش لاقي شويه ميه مش هموت من العطش، يعني اكيد هلاقي ميه بعد شويه، هلاقيها في جامع، هلاقيها في اي حته، مش قصه. اما الناس اللي في الصحراء دول، الناس القرى اللي قاعده مش لاقيين، حضرتك كان في حاجه واحد قال لحضرتك انا بروح اشرب من المشروع. مظبوط. واحد قال ان حلمه مش انه مش يعني مش انه ياخد دش، انه يشرب ميه، يعني سبحان الله. فطبعا الكلام دوت جميل جدا، وانا بعلن ان شاء الله انا ومجموعه من زمايلي واصدقائي ان احنا معاكم، وباذن الله هنشترك معاكم. وربنا يوفقكم. احنا طبعا هنتواصل معاك، يعني بشكر جدا حضرتك، ودايما حفر الابار بيبقى فيه تواصل مع المؤسسة والبرنامج. طبعا رقم حضرتك معانا، بنشكرك على المداخلة وعلى النية الصادقة اللي باينة من طريقة صوتك او نبراتك في الكلام. وزي ما انت قلت، انت سمعت احمد معانا كان بيقولك انا اول مرة في حياتي اشرب مية، اعتقد ما فيش اقوى ولا اروع من كده. تبقى احنا ربنا فقط عشان الكلام يبقى واضح، فقط ربنا بيجعلنا سبب كبرنامج وكمؤسسة سقيا الماء ان احنا نوصل للناس دي المية من خلال دايما الدعم اللي بناخده من حضراتكم بهذا التفاعل الايجابي. انا بشكر جدا حضرتك. طيب عاوز اقول لكم دايما يعني فلنتسابق في الخيرات، ومعايا في الجزء الثاني من الحلقه يعني المبدع بقى فضيله الشيخ احمد علوان، هيبقى في جزء مهم جدا في الكلام ده. ولكن ما شاء الله انا يعني بفرح لما الاقي في الايجابيه دي والتعاون من الناس، خصوصا ان احنا بنبقى لابسين ده على الارض بسرعه. طيب معانا مين يا جماعه؟ طيب معانا الدكتور ايمن فتحي، مدير مستشفى بدايات. برحب بك يا دكتور. استاذ هاني، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا فندم، منورنا وشكرا على المداخله. والله انا ليا الفخر اني معاك على الهواء دلوقتي.
ده شرف لينا يا دكتور. دكتور مستشفى بدايات دايما سبقه بالخير ودايما بنشوف دايما تفاعل، خصوصا ان الموضوع بيبقى ايجابي جدا مع المواطنين. ماذا ستقدم مستشفى بدايات للبرنامج والمؤسسة سقيا الماء يا دكتور؟ انا هقول لحضرتك حاجه، احنا من يوم ما بدانا كنا مؤمنين باهميه العمل الميداني والمشاركه الاجتماعيه للمستشفى. تمام. لكن لما يعني انا من الناس متابعه برنامج احلام مواطن والعمل الاجتماعي الحلو اللي بتقدمه مؤسسه سقيا الماء، فاحنا باذن الله بالمشاركه طبعا معاك، ويعني حتى نكون ايد بايد نطلع قوافل طبيه لخدمه المواطنين في الصعيد. انا بفكر ابعت قوافل طبيه لاهالينا اللي في الصعيد. طب هايل جدا، يعني ممكن احنا كده كده مستهدفين الصعيد ده، احنا حتى التقرير اللي فات كان معانا هنا وراحين لسه الاقصر وراحين يعني بنروح كل محافظات اسوان واسيوط ومطروح. فهل كده يا فندم نقول ان مستشفى بدايات بتدعم معانا ومع المؤسسه قافله طبيه كامله شامله نروح لاهالينا هناك نقدم لهم الرعايه الطبيه والادويه؟ انا ممكن بعد اذن حضرتك بحجز الحمله الطبيه بتاعت الاقصر دي. هايل، خلاص يبقى احنا كده نتواصل مع سيادتك يا دكتور مع المستشفى من خلال المؤسسه والبرنامج ان احنا في اقرب فرصه، عشان خد بالك يا دكتور احنا دايما بنقول الخبر وبعدين بنروح نصوره ونيجي نوري الناس بالصوت والصوره ماذا اسفرت عنه هذه المكالمه بالتعاون مع البرنامج والمؤسسه قافله طبيه كبيره وضخمه لاهالينا في الاقصر. وكده كده سقيا الماء ليها باع طويل في الاقصر يا دكتور ايمن، انا بشكرك جدا جدا على الروح دي ودايما مكملين مع بعض في الخير يا دكتور. بإذن الله ورب يجمعنا على خير بإذن الله. إن شاء الله يا دكتور، وبشكرك جدا جدا على هذه المداخلة. خدوا بالكم يا جماعة، عاوز أقول لكم إن يعني أنت عاوز تتسابق اتسابق في الخير ده. مش أنت بتقول مقتنع بالبرنامج والمؤسسة وبتشوف على الأرض؟ ما هو ده الكلام، هو ده اللي إحنا لازم نشوفه ونعمله. قافلة طبية يا جماعة خدوا بالكم دي بتكلف رقم كبير، يعني أعتقد الموضوع عمره ما بيقل في حال من الأحوال عن يعني ربما 100,000 وأكتر في دعم للأهالينا في الأقصر. أكيد حد هناك محتاج دواء، محتاج علاج، محتاج حد يكشف عليه، محتاج يحس إن في مؤسسة اسمها سقيا الماء وبرنامج اسمه أحلام مواطن ومستشفى اسمها بدايات جايين لغاية بيتك. وخدوا بالكم دايما توجه السيد رئيس الجمهورية والدولة المصرية في قطاع الصحة حدث ولا حرج. فطبعا خدوا بالكم ان الموضوع ده بيبقى مهم جدا، ما فيش اكتر من ان انت الصحه دي مع احترام الكل طبعا الانشطه بس بتبقى مهمه جدا. على سبيل الانشطه عاوز اقول لكم ان سقيا الماء في الاقصر تحديدا شغاله برضو في انشاء خطوط مياه ب 1300 متر في منطقه نجع العرب في قريه توماس، وشغاله في حاجات كتير جدا في شبكات مياه في اسنا والعديد من الانشطه المختلفه للمؤسسه في الاقصر. ما بالك بقى دلوقتي رايحين لك كمان وجايين لك، مش رايحين لك ده احنا جايين لك في الاقصر مع سقيا الماء بقافله طبيه عشان نروح لاهالينا هناك ونقول لهم حتى وانت بتفكر في رعايه طبيه احنا موجودين معاك. هنزل اصور الكلام ده، ما قلناهوش في مداخله على الهواء وخلاص، انا هاجي اوريه لك بالصوت والصوره. طيب زي ما قلت لكم كمان ان اهالينا في الصعيد دايما البرنامج ده بيحاول يعبر عنهم ولسان حالهم، طبعا مع كل التقدير والاحترام للعاصمه، ولكن الناس دي بتبقى زي ما قلت لكم اكثر احتياجا للتعبير عن مشاكلهم وسماع شكواهم، ودايما هي دي القيمه لمؤسسه سقيا الماء والبرنامج بنروح هناك نسمعها. كان عندنا تقرير مصور من محافظة أسيوط، عشان التقرير ده بعض الناس هناك ليهم في مركز البداري شكوى، صورنا تقرير كده خفيف سريع نأكد بيه أن البرنامج ده والمؤسسة ده والمؤسسة دي بتدعم كل الناس وبنسمع وبنوصل صوتهم. بس الأهم مش تسمع بس، هل بعد ما تسمع خد بالك بقى بتسمع وبتصور وبتكلمني وشكرا سلام عليكم، ولا فعلا هتحللي؟ هو ده اللي احنا بنراهن عليه. هنطلع نشوف التقرير اللي معانا في مركز البداري أسيوط عن ارتفاع نسبة الملوحة بحوض المشرقات بنجع الجزيرة، ونرجع تاني نكمل مع حضراتكم. يلا بينا على أسيوط. أكثر من 100 فدان من أجود الأراضي الزراعية بحوض البركة الشرقي بنجع الجزيرة مركز البداري محافظة أسيوط تعاني البوار بسبب ارتفاع نسب المياه الجوفية وارتفاع نسب الأملاح التي تؤدي في النهاية إلى بوار الأراضي وضياع المحاصيل الزراعية، الأمر الذي يكدر صفو المواطنين هنا. احنا الآن موجودين في حوض البركة والمشرقات الشرقي في قرية نجع الجزيرة مركز البداري أسيوط، بخصوص موضوع ارتفاع مستوى الماء الأرضي في هذا الحوض مما ترتب عليه
نسبة الإنبات في الحوض أصبحت صفر، وخراب الأرض نسبة الإنبات في محصول القمح ومحصول البرسيم، وظهور نسبة أملاح على سطح الأرض، فكانت نسبة الإنبات ضعيفة. لا لينا مصدر رزق غير الأرض دي، يعني ما معناش مصادر رزق تاني، ومعنا أولاد، والأرض دي دينتنا من البنك، من الأوقاف، وحجز علينا، وعماك نصرف عليه، يعني إحنا مصاريفه ما فيش إنتاج، واشتكينا ورمحنا ما حد سائل فيني، والكلام ده من 2005، يعني من 2005 سعادتك الأرض دي زي ما شايفها على كده، على وضعها، عماك تاخد فلوس وتدينا من البنوك بسببه، وحجز علينا البنوك، وحجز علينا الأوقاف، لا دافعين إيدار، ولا دافعين ولا سددنا فلوس البنوك. أحلى الناس فقرة، يعني أنا اللي أكلمك راد الواضح معي 6 قرارين. 3 من هنا و3 من قبل الدس. باللي القراض مطلوب باللي 250 جنيه إدار أصلاح زراعية، ومطلوب باللي أدفع مال إدار للصرف المغطي، وهم ليهم إذا 25 سنة بايرين، لا واخد منهم أبيض ولا أسود. إحنا عايزين النظر لينا والنظر للأرض اللي هي من غير صالحة، 125 فدان، عايزين هيئة المسؤولين يفكروا فينا ويطلوا علينا، هندفع إدار وندفع سماد وندفع تقاوي وندفع مال صرف وندفع مال للصرارف، ومش عارفين نعمل ايه احنا، واحنا ناس غلابة، احنا من اغلب الناس. الزراعة هي اهم العناصر الواجب توافرها من اجل المحافظة على البقاء على قيد الحياة، لانها تعتبر المصدر الاساسي والرئيسي الذي يمكن من خلاله الحصول على المواد الغذائية اللازمة لضمان استمرارية حياة الإنسان. بشكر جدا مراسلنا أحمد الحاوي، التقرير ده من أسيوط يا جماعة، زي ما قلت لكم أنا بحاول أبقى فعلا مش بالكلام، لسان حالك، عشان كده أي حد ليه شكوى هيتواصل مع المؤسسة والبرنامج، هتلاقونا بنقدم لكم الدعم وبنوصل صوتكم للمسؤولين. معايا المهندس إبراهيم سرور مدير مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط للرد طبعا على التقرير. برحب بك يا باشمهندس. باشمهندس إبراهيم. اتفضل يا فندم. برحب بحضرتك وبنشكرك على المداخلة. لا تحت أمرك. بالنسبة لإخواننا المزارعين في البداري، أنا طبعا الموضوع دوت إحنا كان سبق بحثه بالتنسيق مع زمايلنا في وزارة الري، سواء الصرف أو الري، وأنا يعني فتحت الملف بتاع الموضوع ده، وإن شاء الله في لجنة هتطلع يوم الاثنين مني ومن رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري ومدير الري ومدير الصرف وجهاز تحسين الأراضي والباحثين في محطة بحوث العوامل، على أساس على أرض الواقع نشوف مشاكلهم إيه. وأنا مبدئيا قصة الملوحة اللي بيتكلموا عليها السادة المزارعين دي حلها عندنا إحنا في جهاز تحسين الأراضي في وزارة الزراعة، ونسقت مع السيد رئيس الجهاز، وإن شاء الله يبقى في تحديد موقف ليهم في خلال أسبوعين بالنسبة للملوحة، ومع زمايلنا في الري ان شاء الرحمن هنشوف الموقف ايه في حكايه. بشكرك جدا، يعني طبعا بشكرك جدا باشمهندس ابراهيم سرور مدير مديريه الزراعه باسيوط. اعتقد يا جماعه بيبقى مهم جدا ودير قيمه دايما ان بيبقى المسؤول بيدخل معاك وياكد لك ان انا هسمع شكوتك وحقق معاك من خلال احلام مواطن ومؤسستنا المحترمه ان احنا نعبر عنكم، بس الاهم ان احنا كمان نحلها لكم. معايا فضيله الشيخ جابر طايع رئيس قطاع الشؤون الدينيه بوزاره الاوقاف. برحب بك يا شيخ جابر. اهلا بيك يا فندم وبالساده المشاهدين. بنشكر جدا مداخله حضرتك، اعلم جيدا وزاره الاوقاف حدث ولا حرج، العديد من الملفات، العديد من الامور اللي بتشتغلوا عليها بتاكدوا بالفعل وليس بالكلام للمواطن المصري كل الدعم في كل الملفات، عدد المساجد في الوزاره وبناء المساجد وملفات كتير جدا ليها علاقه بالخطاب الديني وتعظيم موارد الوزاره. حابب في عناوين عريضه كده ابدا مع سيادتك بملف عدد المساجد في الوزاره ودعمكم، خصوصا احنا كنا متابعين في الفتره اللي فاتت ان انتوا بتخاطبوا بدعم لبناء مساجد وتغطيه ليها بارقام كبيره جدا، فحابب فضيلتك تقول لنا كده ايه الاخبار من ناحيه الملف ده في الوزاره. الحقيقه المساجد في جمهوريه مصر العربيه يمكن ما تقام فيه الجمعه خطبه الجمعه ما يقرب من 100,000 مسجد و100,000 خطيب يعتلون المنبر، منهم من هو على درجه ماليه ومنهم من هم خطباء مكافاه. الحقيقة الوزارة في هذه الفترة قامت بحركة إعمار كبيرة جدا، يمكن بلغت من صيانة وترميمات وبناء مساجد
خلال فترة وجيزة إلى يمكن 2.8 مليار من موارد ذاتية أو موازنة عامة لإقامة مشروعات أو صيانة أو ترميمات المساجد في جمهورية مصر العربية. هذا الرقم أعتقد لم يسبقنا إليه أحد من سنوات أو عقود طويلة، لم نصل إلى هذه المبالغ في إعمار المساجد. كذلك على وجوه البر والخيرات التي تقوم به وزارة الأوقاف، لأنها لا تعمل على محور الدعوة فقط، ولكن محور الدعوة ومحور إعمار المساجد ومحور البر والخيرات لجميع أفراد. ده كلام رائع جدا يا شيخ جابر. حابب بس في سؤال برضو، يعني حضرتك مرتبط بنفس الملف سريعا كده، دعم مؤسسات المجتمع المدني في هذا الملف بالتعاون مع وزارة الأوقاف فيما يتعلق بإعمار المساجد وإعادة برضو بنائها ودعمها بشكل أو بآخر، وهم شركاء أصليين في عملية التنمية حتى في قطاع وزارة الأوقاف، كلمتك برضو في تعليقك على الجزئية دي يعني فضيلة الشيخ. نعم، نحن نضع أيدينا في جميع مؤسسات المجتمع المدني، سواء كانت جمعيات أو سواء كانت جهود ذاتية من أهل الخير ورجال الأعمال الذين يقومون بصيانة وإعمار وهدم وبناء المساجد لصالح وزارة الأوقاف. الحقيقة لا نغلق الباب تماما، ولكن مفتوح لجميع من يريد أن يعمل أو يتقرب إلى الله عز وجل ببناء مسجد أو بصيانة أو ترميمات، مفتوح هذا المجال. يمكن جملة ما قمنا به من الجهود الذاتية من تعظيم مواردنا الذاتية في وزارة الأوقاف في هذا العام أكثر من الموازنة نفسها، لذلك نحن نضع أيدينا في أيدي جميع أهل الخير، وكذلك في وجوه البر والخيرات. ده كلام أكثر من رائع طبعا فضيلة الشيخ جابر طايع. يعني أنا حابب اسمح لي، طبعا هنحتاج مساحة وقت مع سيادتك أكثر من كده، لأن ملفات وزارة الأوقاف كبيرة جدا. الدعم، كل الدعم للوزارة مع التعاون مع المؤسسات الخيرية خصوصا في الملفات المختلفة. أنا بشكرك جدا جدا فضيلة الشيخ جابر طايع، رئيس قطاع الشؤون الدينية بوزارة الأوقاف. طبعا يا جماعة، وزارة الأوقاف والمؤسسات المجتمع بقى المدني والمؤسسات الخيرية، عايز أقول لكم في كتير جدا في موضوع بناء المساجد، وفي مؤسسات كتير جدا حتى بنتعامل معاهم في موضوع هذا الملف والدعم، هنأكده الفترة القادمة. معايا طيب الدكتور خالد قاسم، المتحدث الإعلامي لوزارة التنمية المحلية. برحب بك يا خالد بيه. أهلا وسهلا بحضرتك يعني بيه وبأهلنا في محافظات مصر كلها يا فندم. بنشكرك دايما، الدعم كل الدعم من التنمية المحلية، وهي الوزارة التي بترأس كل المحافظات، بتشتغلوا للمواطن على الأرض بالفعل وليس بالكلام. ملفات كتير جدا محتاجة وقت كتير مع سيادتك، ولكن أبرز العناوين النهاردة، عشان حابب النهاردة من خلال أحلام مواطن ومحاضرتك أفرح المواطن المصري وأكد له أن أنت كل الأخبار اللي خاصة بتعاملاتك اليومية هتلاقيها دايما في التنمية المحلية. قرينا النهاردة يا خالد بيه موضوع كان شاغل برضو رأي الناس في موضوع التسعيرة أو المبالغ اللي المفروض تحصل الفترة القادمة فيما يتعلق بموضوع القمامة، خصوصا ان هي تبقى منفصلة عن فواتير الكهرباء، تبدأ من 4 جنيه لغاية 30 جنيه. أنا بقول صح وأوضح الجزئية دي للسادة المشاهدين؟ يا خندم، هو زي ما معالي وزير اللواء محمود شعراوي امبارح أكد في تصريح سيادته أثناء توقيع البروتوكول مع الأكاديمية البحرية بشأن التواصل منظمات المجتمع المدني والأكاديميات والجامعات بشأن البرنامج الثالث في منظومة النظافة الجديدة اللي خاص بالتوعية المجتمعية وفي على مستوى المجتمع والتواصل مع المبادرات الشبابية في على أرض المجتمع المصري. خلينا نبتدي بالحته في غايه الاهميه، الجزئيه الخاصه بمراعاه البعد الاجتماعي في الشق الخاص بتعريفه الخاصه بخدمات الجمع السكني ونظافه الشوارع والميادين والمحاور، ودي يا فندم هتراعي ضمن ما هتراعي كمان طبيعه الوحدات السكنيه، طبيعه الاحياء، طبعا الفيه اذا كانت قريه او كفر او حي، الحي ده حي شعبي او حي متوسط او حي من الاحياء السكنيه او الكومباوندات او الحاجات من هذا القبيل. طبعا دي الفيات دي كلها بتراعي الجزئيات دي يا فندم في الملاءه الماليه للقدره على التحمل. ده شق الثاني برضو الجزء التجاري،
طبعا المحلات التجارية اللي هي يعني تعمل في مجال الخردوات غير المحلات التجارية اللي هي لها نشاط زي محلات العصير أو غيرها وغيرها وغيرها، اللي هي طبعا المخرجات بتاعتها والمخلفات بتاعتها بتبقى درجة كثافة عالية. ده برضو كل ده تم مراعاته، ده طبعا بيأكد دايما مراعاة البعد الاجتماعي بين التجاري والسكني. اعتقد دايما الدكتور خالد دي بتبقى القيمة للتنمية المحلية، ان احنا مش بنقول حاجة ما بناخدش فيها الابعاد الاجتماعية. اعتقد ده كلام واضح جدا، محتاجين كتير مع سيادتك خصوصا في التعاون مع المحافظات ووزارة التنمية المحلية. بشكرك جدا دكتور خالد قاسم المتحدث الاعلامي لوزارة التنمية المحلية. زي ما قلت لكم يا جماعة التعاون دايما يبقى ممتد ومستمر مع هذا البرنامج ومؤسسة سقيا الماء. التنمية المحلية جزء أصيل مع المحافظات والتعاون في المحافظات اللي احنا بنسافرها كلها، فعشان كده هتشوفوا في الفترة القادمة جزء كبير جدا من هذا الدعم والتعاون ما بين البرنامج والمؤسسة وهذه الجهات والمحافظات وكمان الوزارات. هنطلع نشوف إنجازات سريعة كده لسقيا الماء نبدأ نأكد بيها ان انت على الارض المؤسسة دي عملت ايه في الفترة الزمنية الصغيرة اللي احنا عشناها مع بعضينا، ونرجع نستكمل حلقتنا النهاردة لان الجزء الثاني اللي هيشرفني فيه بعد لحظات يعني فضلت الشيخ احمد علوان احد علمائنا في الازهر، هنتكلم عن عنوان مهم جدا ليه علاقة باللي بنتكلم فيها جماعة، مبدع الصدقة. الموضوع دايما مش بيبقى بقى كلمة بتقولها كده وخلاص، ده ليها اصل وحكاية وتفاصيل وقصص كبيرة جدا تأكد دايما وانت بتفكر تتصدق. زي ما شفت معنا الجزء الاول من المداخلات، وانت بتفكر تعمل خير، وانت بتفكر تتعامل مع مؤسسة بتحاول تأكد لك دايما مصداقية الافعال اللي انت بتتعاون بيها بتروح فين وبتيجي منين، هو ده اللي احنا هنشوفه مع بعضينا في الجزء الثاني. يلا بينا نطلع نشوف تقرير سريع عن انجازات سقيا الماء، ونرجع تاني نستقبل فضيلة الشيخ احمد علوان مبدع الصدقة. حوار ادعوكم للمتابعة، في كلام كتير وكمان في تقارير كتير، يلا بينا يا احمد. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. في محافظة مطروح وسط الأراضي الصلبة والصحراء الواسعة، لن تنسى مؤسسة سقيا الماء أهالينا في تلك القرى البعيدة من توفير المياه الصالحة للشرب والاستخدام. بحمد الله حفر 18 بئر والاستفادة من مياه الأمطار المهدرة. قال الله تعالى: وينزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. صدق الله العظيم. فأصبحت تلك المياه لهم سقيا من ظمأ وماء طهورا. مؤسسة سقيا الماء، نعمل من أجل الإنسان. هذا البرنامج برعاية
كنت زعلان شوية طلعنا متأخرين على الهواء علشان السادة المشاهدين سهرناهم، ولكن الأخبار المفرحة المبهجة سواء من السادة المتبرعين المتصلين أو حتى الناس اللي بيشاركونا أو كمان المسؤولين شوية يعني هدتني وخلت التون حلوة شوية. أكملها في الفقرة دي. سقيا الماء بتعلن دلوقتي رسميا قدام الشعب المصري كله من خلال برنامج أحلام مواطن عن انطلاق حملة باسم أهالينا. خدوا بالكم برضو الأسماء، يعني أهالينا بقى اللي احنا رايحين لكم جايين لكم. أهالينا يا جماعة بتبقى عبارة عن حملة هتبدأها إن شاء الله يعني نقول مثلا من بكرة هتبدأ حملة أهالينا للمساعدات الاجتماعية بشتى أنواعها، والبداية في اللي محتاجين قوي البعيد قوي. يعني إيه عاوز تقول إيه؟ يعني سيوة سخيا الماء أهالينا البداية من سيوة، وشفتوا معانا الأقصر في المداخلة كمان مع المساعدات الطبية مع المستشفى بدايات وسخيا الماء، واضح ان الموضوع كبير جدا. اللي جاي تقارير اكيد هتفرحكم. خلينا رحب على طول بضيفي اللي بينورني النهاردة في الفقرة الثانية من برنامجنا أحلام مواطن، فضيلة الشيخ أحمد علوان أحد علماء الأزهر الشريف. برحب بيك يا فضيلة الشيخ ومنورنا، وسعيد على المستوى الشخصي بوجودي الأول معاك النهاردة. الله يبارك فيك. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. شفنا يعني التسابق في الخيرات ما شاء الله النهاردة طاقه امل وتفاؤل ومشاركه، ودي اعتقد بتبقى حاجه ايجابيه جدا. حابب برضه سيان ناخد تعليقك عليها قبل ما نخش بقى في العنوان القوي قوي النهارده وهو مبدع الصدقه. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف خلق سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد انا بحيي حضرتك الاول على البرنامج الجميل احلام مواطن، ديت يعتبر الحلقه الثانيه على قناه المحور، وبحيي مؤسسه سقيا الماء والقائمين على مؤسسه سقيا الماء ونشاطهم المتميز بصراحه، لان مؤسسه سقيا الماء لها الصداره في ان هي تهتم بموضوع الميه وتهتم بموضوع الابار، سواء كان في سيوه سواء كان في مطروح سواء كان بخطوط المية ووصلات المية في مناطق ومحافظات مختلفة في الصعيد. ولما المشاهد في الحلقة الأولانية اللي هي كانت الأسبوع اللي فات رأى تفاعل ورأى مصداقية ورأى الحاجات دي على أرض الواقع، لقينا الناس النهاردة بتتفاعل، وإحنا عايزين نحفر بير واحد اللي هو حتى الأخ اللي عمل مداخلة وقال بير باسم فاعل خير. أنا مش هقول عن اسمي، أنا وزمايلي حلمه ونحفر بير ده اللي هو بيتكلف حوالي 25,000 جنيه أو 30,000 جنيه، اللي هو عايز يقول لأي حد بيشوف البرنامج دلوقتي ومتابع لنشاط مؤسسة سقيا الماء، ده حد هو بيحفزنا، حد بالزبط. عايز يحط بصمته في المؤسسة، عايز يحط بصمته في الخير، عايز يحط بصمته في نشاط يا أستاذ هاني يصل عمره إلى 100 سنة ويزيد ويفضل له كمان في الآخرة. طبعا لا يعني شوف لما تضمن أنك تعمل خير وتحفر بير العمر الافتراضي بتاعه لا يقل عن 100 عام، لا يقل عن 100 يعني عام يعني دي معلومة مهمة جدا. يعني حفر البير تحديدا وانت بتتكلم بقى في صدقة جارية، انت البير ده مبدئيا عمره الافتراضي 100 أيوة سنة يفضل يشربه منه. أصلي يا أستاذ هاني ده عبارة عن حفر تمام في, في, في الأرض، مش بقى احنا عاملين خرسان ولا عاملين مش عارف كام عمود وحصل تصدع والزلزال لا. ولا كل هذا لا يؤثر على الابار، عشان كده بتحفظ فتره كبيره جدا. طب انا عايزك ده بقى ياخدني على طول في سؤال قبل برضه ما ابدا في صلب حلقتنا، واضح ان الحوار معاك هيبقى شيق. ربنا يعني يكرمك احمد، الله يبارك فيك. سقيا الماء بتتحرض دقه ان البير ما يبقاش بير تقليدي، يبقى بير بيعيش 100 سنه ليه مواصفات معينه وشكل معين يحافظ على قيمه اللي هي الانسان اللي طبعًا. هيشرب مش ان انا بعمل بير وخلاص، عشان كده التكلفه بتاعته زي ما حضرتك بتقول لنا، مش المؤسسه بتبقى بتتحرض دقه في طبعا. ونشاط المؤسسة بصراحة المؤسسة دايما بيبقى عندها جديد، أيوة يعني كل أسبوع على الأقل على الأقل في جديد. يعني مؤسسة سقيا الماء كان لها سبق أولا في أن هي موضوع حفر الأبار، ما فيش مؤسسة قبل سقيا الماء اهتمت بموضوع حفر الأبار ده، واحد. اتنين، ابتكرت حاجة جديدة وفكرت خارج الصندوق وأبدعت في أن هي الأبار يا جماعة اللي معروفة الناس بتحفر البير وتسيبه، طبعا الامطار بتنزل والسيول، بيجي الراجل اللي قاعد حوالين البير او البيوت اللي هي ساكنه قريبه من البئر، بيجي يجيب الحبل ويربطه في الجردل بتاعه ويدلدله لحد ما يتملي ويجي سحبه. ده الطريقه التقليديه الطبيعيه اللي بنشوفها حتى في وده لازال موجود، لكن مؤسسه سكر ما كان لها سبق في ان هي عملت ايه؟ عملت موتور رفع يسحب الميه من البير الى خزان، والخزان ده نزل منه مواسير، نزل منه حنفيات 4-5-6 حنفيات علشان اللي يملى يفتح الحنفية ويملى الله،
وده يعني كده الموضوع يعني انت كده في الظاهر شكله بير لكن في الواقع ده حنفية بتفتحها جاية لك مية. يعني بتحاول المؤسسة قدر الإمكان أنها تسهل على الناس وعلى أهالينا. ما هو ده زي والدي وزي والدتي وزي أخويا وزي أختي وزي ابني وزي بنتي. ممكن حد تاني يقولك أنا بدخلك وبعمل الخير وبدخلك البير وبوجوده لك وانت كده كده في كل حال أولا هتشرب منه وهتتعامل معاه. ولكن المؤسسة تتفانى بتتفانى بأن هي لا احنا بندور للأصلح وللأيسر وللأحسن وبنبدع علشان نريح الناس في كل مكان. وبنبدع ده طبعا هيبقى ليه علاقه بموضوعنا النهارده. نجهز يا جماعه بتقريرنا عشان حابب برضه اوري بما اننا بنتكلم على الابار وبنتكلم على الشكل ده قبل ما اخش بقى في مبدع الصدقه وفي جزء من ختام كلام الشيخ احمد معايا. المؤسسه بتبدع في ان انا اوصل لك حتى بق الميه بالشكل الراقي المحترم بين قوسين كبار قوي الانساني. طب ما تيجي نشوف التقرير ده ونشوف في محافظه مطروح وبنشوف في سيوة وبنشوف سقيا الماء شكل البير بئر العلماء للمؤسسة كان شكله ايه. نشوف التقرير السريع ده وارجع اكمل تاني سريعا مع الشيخ احمد علوان ومبدع الصدقة. يلا بينا يا احمد. ده بير مؤسسة سقيا الماء بالشكل ده وبالجمال ده كان لمؤسسة سقيا الماء السبق في ان هي تعمل حاجة بالشياكة دي، حاجة يعني خزان وادي الموتور، الموتور موجود ورا الحنفيات علشان يسحب من الخزان ده اللي هو مساحته 100 طن علشان الناس تستعمل المية بالحنفيات بدل ما كان الشغل القديم اللي هو نملى بالجلاد والكلام ده. لا، مؤسسة سقيا الماء بتقول ان هي دايما بتفكر خارج الصندوق، دايما بتجيب الافضل، دايما بتحاول تتعامل لا بشكل اليق وشكل اجمل وشكل اشيك. فكانت المؤسسة كانت حريصة ان هي تطلع البير بالشكل ده، واللي السفراء بتوع المؤسسة المشايخ الأفاضل اللي هم يعني عيونكم في كل مكان في مصر تكاتفوا وتعاونوا وحط ايدهم في ايد بعض علشان يعملوا البير ده، بير مؤسسة سقيا الماء اللي هو عمله علماء ومشايخ مؤسسة سقيا الماء. علشان احنا لما بنطلع نتكلم ونشجعكم ونحفزكم وندلكم على الخير بنقول لكم ان احنا قبل ما بنقول لكم على حاجة احنا قدامكم علشان نكون قدوة زي ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هو كان بيدعي يقول اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وقال لنا تعلموها واحفظوها فإنها حق صلى الله عليه وسلم. لأن ربنا سبحانه وتعالى لما وصف الأنبياء في القرآن الكريم في سورة الأنبياء أول صفة ذكرها في الأنبياء قال إيه؟ قال وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يبقى أول صفة ربنا سبحانه وتعالى امتدح بها أنبياءه عليهم السلام أنهم كانوا يفعلون الخير وأنهم كانوا يسارعون في الخيرات. ولذلك الجمال ده ده اللي هتتواصل به دايما مؤسسة سقيا الماء وهتكمل المشوار بتاعها بالشكل الجميل اللي انتم شايفينه ده. موضوع زمان والجلاد والحاجات دي لا، خلاص مؤسسة سقيا الماء يعني طوت صفحتها علشان تبدأ صفحة جديدة في 2020 وتبقى الآبار كلها بالشكل ده وبالجمال ده اللي هو فيه إكرام وتكريم وتقدير لكل الناس اللي بتتعامل مع هذا البير ومع آبار مؤسسة سقيا الماء في كل مكان. تقبل الله منا. مؤسسة سقيا الماء، نعمل من أجل الإنسان. برحب بكم من جديد أعزائي المشاهدين. لما يبقى الكلام دايما في الدين والقرآن والسنة العلماء أفضل حد يكلمنا. فضلت الشيخ أحمد حبيب في البدايه كده الناس شايفه معانا ما شاء الله حصلت سقيا الماء اكيد وراها قصه وحكايه، كلمنا عنها.
طبعا الواحد عشان يتناسب مع موضوع حلقتنا الابداع او انت ازاي تفكر انك تتصدق وازاي تبدع وتتفنن في انك تبذل الخير، ما تبقاش نمطي ما تبقاش تقليدي اللي هو يلا طلع 5 جنيه اطلع 10 جنيه، لا انا عايز اقول لك ان انت لما تعمل حصاله زي دي، وطبعا انا كتبت عليها سقيا الماء لان دي بتاعت البيت يعني دي كمان الشخصيه بتاعتك فعلا بحط فيها فلوس تمام اللي هو لو انت حطيت في اليوم 10 جنيه في الشهر 300 جنيه في 12 شهر يعني في السنه 3600 جنيه يعملوا وصله ميه يعني من غير اي مجهود خالص. المبلغ في السنه عمل وصله ميه وبعدين انا لما اقول له حتى 3000 جنيه مره واحده هيبقى تقيله لكن 10 في 10 في 10 لما يجي مثلا من بره كده ومعاه شويه فكه 30 40 جنيه هيسحب منهم 10 ويحطها في الحصاله وجود الحصاله قدامه هيذكره مش هينسى طبعًا. مش هيقول اخر الشهر هجمعهم واللي هو انا عايز اوصل الميه لاخواتي وابائنا وامهاتنا وحبايبنا في الصعيد في مطروح في سيوه في الاقصر في قنا في اسوان في اي مكان اللي هو لما حد توصل له ميه في بيته يتوضى ده في ميزان حسناتك يصلي في ميزان حسناتك يشرب في ميزان حسناتك يغتسل في ميزان حسناتك زوجته تقف في المطبخ تعمل اكل في ميزان حسناتك لما يستعملوا الميه بس عشان يغسل بيها وشه كده لما يصحى من النوم ده في ميزان حسناتك كل التصرف مرتبط بنقطة المية اللي انت كنت سبب فيها بعد ربنا انت بتساب عليه تمام يعني اللي هو الدال على الخير كفاعلي انا دليت على الخير في ان انا وصلت مية البيت والبيت ده فيه مثلا متوسط عدد افراد يا استاذ هاني 4 لو الاربعة دول هيصلوا في اليوم 4 فروض يعني قصدي 5 فروض الاربعة هيصلوا 5 فروض في اليوم يعني 20 فرض انت خدت ثواب 20 وضوء وخدت ثواب 20 صلاة غير الاكل اللي الزوجه بتعمله غير ان كل واحد من الاربعه هياكل ده في ميزان حسناتك اي حاجه الميه كانت سبب فيها ده في ميزان حسناتك عاوز تحسبها فكر الفكره مش فكره حصاله سقيا الماء الفكره فكره الشرح اللي بيقوله فضيله الشيخ احمد علوان عشان انت كمان تبقى عارف الموضوع ابعاده لغايه فين مش كده وخلاص يا جماعه وقتنا للاسف برضه بيدهمنا حبيب في عناوين كده سريعه برضه انا عندي في مبدع الصدقه في حاجة اسمها صدقة العاطفة، صدقة البسمة، الصدقة اختم يومك بالصدقة، حابب برضه في عناوين كده للسادة المشاهدين يعرفوا هذه القيمة لكلمة مبدع صدقة متنوعة في العناوين دي يا شيخ أحمد. صدقة العاطفة إن أنا لما أتصدق أراعي الفقير ولما أتصدق أتصدق بحاجة تليق بالفقير، مش إن أنا أتصدق وخلاص أو عايز أطلع اللي عندي، عندي جاكيت قديم، عندي مش عارف قميص قديم يلا أتصدق بيه، أنا أصل أنا زهقت منه، أصل أنا خلصت منه، لأ. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وربنا يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون كان سيدنا عبد الله بن عمر كان يتصدق بالسكر عشان كان بيحب السكر قوي وروي هذا عن سيدنا عمر بن الخطاب أيضا الفكرة أن صدقة العاطفة أن يا جماعة اللي بيتصدق يراعي الفقير أن اللي يتصدق زي ما أنا حابب أن الحاجة تبقى كويسة ومش هقبلها أن هي غير تبقى كويسة برضو تصدق بها للفقير بشكل يليق بك أنت الاحترام وآت المال على حبه خدت بال حضرتك السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ورد عنها أو روي عنها أنها كانت تطيب الصدقة هي دي بقى العاطفة في الصدقة إن هي بتطيب وأنا جبت كوين ما جبت عملة معدنية وجبت والله البرفان عشان طيب الحاجة طيب. الحاجة العملية قدام الناس بتفرق قوي إن هي كانت تجيب الحاجة كده وتعطرها كده عشان إيه بيقولوا لها انت كنت بتطيب الصدقه ليه؟ عشان تبقى ريحتها حلو ليه؟ قالت لهم لانها تقع في يد الله قبل ان تقع في يد الفقير. ما شاء الله طيب انا عاوز برضو يعني في كلمتين عشان للاسف الجماعه بيبلغونا وقتنا داهمنا وخدوا بالكم يا جماعه اللقاءات دي ممتده دايما مع سقيا الماء والساده العلماء الافاضل يعني هيبقى دايما في لقاءات كده في عناوين عريضه رسالتك لكل اللي بيشوفونا دلوقتي بعنوان مبدع الصدقه تقول لهم ايه يا شيخ احمد؟ بنقول لهم تواصلوا مع مؤسسه سقيا الماء ودايما بنفتح الباب والمجال اي حد عايز يجي يشوف بنفسه على الطبيعه ويسافر معانا في اي وقت وفي اي مكان حي هلا به ومرحبا وفوق العين والراس. خدوا بالكم يعني لما نبقى بنراهن كمؤسسه ان انت اهلا بيك وتعالى معانا في كل مكان يبقى انا كده بكلمك ان انا باكد لك اي نوايا خير انت بتشوفها بنفسك تبقى مطمن انت كمان بتتعامل مع اي مؤسسة محترمة. أنا طبعا يعني في نهاية حلقتنا أنا عارف أن الوقت عدى بسرعة ومحتاجين وقت أكتر من كده بس أنا بشكرك جدا 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 يعني فضيلة الشيخ أحمد علوان أحد علماء الأزهر نورتني
انا هروح اعمل حصاله زي دي. وعايز الموظفين اي موظفين في مستشفى في شركه في مؤسسه في قطاع خاص في قطاع عام يعملوا حاجه زي كده ويلموا من بعضهم ويقولوا احنا عايزين نحفر بير، عايزين نعمل حاجه حلوه لنا في الدنيا ولعيالنا في الدنيا قبل الاخره، عايزين حاجه ضمانها والعمر اللي بتاعها 100 سنه. ده بير، البير ده مدته يا جماعه 100 سنه على الاقل. شوف بقى لو عايز تعمل خير. التنافس بيبقى كده زي ما انتم شفتوا النهارده في حلقتنا، اعتقد كانت الرساله واضحه جدا. الاسبوع القادم من احلام مواطن معانا تقارير حصريه ولقاءات مهمه جدا مع الساده الوزراء والمسؤولين لهذا البرنامج. تقبلوا تحياتي، احنا متاسف تاني طلعنا متاخرين. تقبلوا تحياتي هاني عبد الرحيم، اشوفكم ان شاء الله يوم الاربعاء القادم وتقارير حصريه، ودايما سقيا الماء واحلام مواطن جايين لك لغايه عندك. تصبحوا على خير.